مافيات عم تحكم الدولة اللبنانية كلها سوا، ما بس الحدود. اليوم نحن مضطهدين بقلب طرابلس، بحين بحجة الإرهاب عم بيدعموا حالات متطرفة الدولة عم تدعمها. نحن اللي بدنا نعمله هون بلبنان نقول كمواطنين لبنانيين كيف بدنا ننحمى لما تكون دولة عم تشتغل على تطريف منطقة لضربها، هيدا عم تضرب كل لبنان، وهيدا آخر خط دفاع عن التعددية اللبنانية. ولكن مع الأسف بغياب أي طرح وطني، لأن بأكد لك ما في طرح وطني، أنا قاعد بطرابلس لأنه ما في طرح وطني. انهارت اللي بيصير في عندك ناس بتاخد بعين الاعتبار هالخلل يلي نتج عن التنازلات يلي صارت بأيام الحكم بقيادات السنية المتتالية اللي تنازلت، ساعتها بقول والله في طرح وطني، في مين عم جرب شوف كيف نلم البلد. هلأ اليوم شو الحل لكان؟ كل واحد بيزايد بكراهية على السوري بالمطلق، انت عم تجي تضب كل السوريين على بعضهم وتحطهم بمناطق، عم تحط المنيح بظهر مليونين واحد، بكرة في عندك مناطق انت كلبناني ما قعد فيك تفوت فيها، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ نفلق شو بنعمل؟ يعني بنعمل حرب؟ مين بده يعمل الحرب؟ وعي اساس؟ هلأ مؤخرا عم بيفوتوا لك ميات الالاف من النازحين حتى يفتعلوا مشكل امني بداخل اللبناني، وما حدا عم بيتحرك غير الجيش اللبناني يلي ساعه بتلاقيهم وقفوا 1300 ساعه. طيب الجيش اللبناني لوحده شو في سؤال، وقت الجيش عم بيوقف هال1000 و2000 و3000 حسب المعلومات انه عم يرجعوا يعطون بطاقات لاجئين وبفلتون، في اكثر من هيك في منهم يعني مش عم بيوقفون ويردون، وفي اكثر من هيك في منهم لما بيردون على الحدود بيرجعوا بيقبضوا منهم فوتون محل ثاني. عم اقول لك اليوم عم بينحكى بين ال 200 و 800 في ناس عم تعمل ثروات، والاجهزه الامنيه تابعين لمين؟ ها بيعرفين بخي في مافيات. اليوم انا اذا بعرف مين ما شغلتي اجي احكي مين، اليوم في اجهزه بتعرف مين، اذا انا بعرف مين اني بيعرفوا مين، والحدود معروفه كلها سوا من شمال ل ل ل للجنوب. وبعدين الجيش اللبناني ما عنده تصور، يعني بالاخر التصور السياسي اللي محطوط اليوم متناقض، من ناحية عم بفوتون من الثاني ناحية بيقول لك اضربوهم. طب اعتبر حالك انت واحد سوري نازح ما خصك بهالتركيبات كلها، سواء قاعد انت ومرتك وولادك بتلاقي ابنك جاي اكل قتلة، شو بتعمل؟ ايه بدي كمان بدك تدافع عن حالك. صح. طب انت لما بدافع عن حالك بيجي مين بيقول لك انا جاي احميك واني منو جايين يحموك؟ بروح بمشي معه. بدك تروح تمشي معه، بكره بيحصروا وبيقسموا البلد الثاني. انا لاني سوري ولاني بعرف هيدا النظام ولاني بعرف كيف بيشتغل وكيف بيتعامل، هو يضطر في كثير من الاحيان الى خلق الحادث من اجل ان يكون متجهز مباشره للاستثمار وللاستفاده من تداعياته. يعني بيضحي بحاله تيكون الضحيه. اليوم هو ما ضحى بحاله، هو ما انقتله اي مسؤول، هو انقتل مدنيين وانقتل شباب صغار، وياما هو قدم الى الموت الالاف من الشباب. اليوم لبنان في كثير من القوى في لبنان مخترقه بشكل كبير جدا من النظام. اليوم السوريين هي ورقه لحلفاء النظام من اجل الضغط. يعني اليوم الهروب يعني بتوافق الراي ان حزب الله عم بيستعمل هذه الورقه؟ طبعا، وليس فقط يستعمل هذه الورقه، الضغط من قبل النظام بشكل مباشر وليس فقط حزب الله، النظام يستثمر ورقة اللاجئين في لبنان. هو ليس صادق في حل المشكلة، لا حزب الله ولا النظام، هو ليس صادق في البحث عن عودة اللاجئين وسبل عودة اللاجئين، لكن هي ضغط على باقي الأطراف في لبنان والأطراف الخارجية.